نشكر مؤسسة آش على مساهمتها ومساعدتها لأهل غزة في وضعهم الصعب، ونشكر خاصة الأخ الحاج خمسة حق لكبراه الكريم لبناء مصلى في منطقة المواصف خميس، وبارك الله فيه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا. من الأحوال التي مرت بنا نحن أهل غزة، نحن أمة غزة، العالم أسمع فرح، بل وعاش أيام العيد بأفضل ما يرى، بل انفق امواله لينمو في الملاهي. لكن الان تثبيت وتركيب الامور والبال والدكاير وغيره والمصاحف شرائها للمسجد ايضا، وايضا بناء الماء الى المسجد هنا وكيف غيره هذا، كل هذه الامور من شخص اخر وسوريا طبعا باسمه، هو مسجد الحاج شمس الحق، وهذا طبعا التحليل حيكون في المسجد. ونحن نشكر هؤلاء من اخواننا في بغداد وايضا مصر اش بتقديم التبرعات لاهل غزه، وجزاهم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يلا سنتين ابدا اسامه، اسامه كده القرنة حطيه
بس اصحاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فنحن بفضل الشعب البنغلاديشي ومؤسسة آش وبفضل الحاج شمس الحق أصبح لنا مصلى في مخيمات النزوح في مواصي خان يونس، والذي كنا قبل هذا المصلى نقرأ القرآن ونحفظ في العراء. فنحن نشكر الشعب البنغلاديشي ومؤسسة آش لإنشاء هذا المصلى وتسميته باسم الحاج شمس الحق، فجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم وجعله الله من أعمالكم الصالحة إن شاء الله.